بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة حلقتنا مختلفة تماما. النهاردة حلقة من المطبخ مع بيري طارق. هتعمل لنا النهاردة وصفات جميلة جدا، طاجن الجمبري بإيه. أهلا بيكي يا بيري. صباح الخير. عرفينا. الحمد لله بخير. عرفينا بقى هتعملي إيه النهاردة. النهاردة أنا الوصفة كلها هتبقى مخصصة للناس اللي عاملين رجيم الكيتو. وبرضو واحنا بنتكلم هحاول اشرح حاجات بسيطه جدا في الكيتو. انت اصلا كنت عامله دايت بالظبط لمده شهرين ونص طيب تقريبا. طيب هناخد منك الخبره بالظبط. احنا طبعا مش هنقدر نخلص كل حاجه في يوم واحد. طيب يعني طيب بالنسبه يلا للكيتو عشان وقت البرنامج. بالظبط. احنا دلوقتي معانا الجمبري، انا متبلاه ومغسول ونضيف. طيب احنا هنقول مكوناته الاول. اوكي. هو في متبلاه ببقدونس مفروم، شبت مفروم، ليمون، ثوم، زيت زيتون، كمون، كزبره كافه، ملح وفلفل. تمام. طبعا كل الحاجه اللي انا بقولها دي كلها جوه الكيتو، متبل بقاله نص ساعه، ما نزودش عن كده. لان الجمبري ما بياخدش وقت. طيب عشان تمام. ما يتهريش. وهنبتدي فاحنا نعمل دلوقتي إيه؟ الطاسه بتاعتنا. الطاسه اهي، انا هساعدك بقى. هنحطها على النار. ايوه هنحط بس زبده. طبعا احنا مع الكيتو بنستخدم زبده الحيواني اللي هي البيضه بتاعتنا. او في انواع كتيره قوي في السوبر ماركت، هي بتبقى لونها فضي يعني كده. اهم كلها. حاجه ان انا لا مش الزيوت كلها. زيوت زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت جوز الهند مع الكيتو. بس مش الزيوت اللي هي المهدرجه، مش النباتيه. مش مع الكيتو. واهم حاجه اتاكد ان الزبده تكون حيواني. تمام بالظبط. هندخل بقى، هنقلب بدي دلوقتي صح. هنحط بس الجمبري اللي احنا متبلينه. انا هحطه، مش عايزه ادلقه كله عشان التتبيله فيها ميه. فمش عايزه ازود الميه في الطاجن بتاعنا. تمام. دي بقى الاكله دي مثلا، دي بتبقى كده في وجبه الغداء. الغداء طبعا. معاها ايه بقى؟ في الكيتو. في الكيتو معهاش حاجه. في الكيتو ما ينفعش معاها حاجه. مكرونه سلطه اللي احنا هنعملها النهارده. بس كده. بس كده مكرونه عيش رز. كلمينا بقى خبرتك، لان انا خايفه اصلا من دايت الكيتو ده. كل ما اجي اعمله الواحد لا والله ده يعني دايت الكيتو ده اسهل حاجه عندنا. لانه هو اصلا يعني احنا كمصريين اكلنا دسم اساسا. فهو ده اسهل حاجه عندنا يعني. لكن تقولي لي مكرونه رز عيش. كل النشويات احنا براها. لا مفيش الحاجات دي خالص. احنا بعد كده هنسيبه على النار. طيب انا هشوح على بال. شوفي انت هتعملي ايه. هنبتدي نعمل بقى صوص البيستو بتاعنا. سهل جدا. هنحط ريحان البيستو. البيستو بالظبط. ده بيتعمل مع اي نوع مكرونات كمان. ده يعني احنا بنتكلم دلوقتي بره الكيتو. احنا صوص البيستو نقدر نستخدمه مع اي نوع مكرونه. ده ايه؟ ده ريحان. ريحان. ده ريحان بالظبط. اول حاجه هنحط الريحان بتاعنا. بعد كده هنزود الثوم. بعد كده صنوبر. والصنوبر يا جماعه لو مش موجود نقدر ان احنا نبدله باي نوع مكسرات معانا في الكيتو برده. طيب تمام. تمام مفيش اي كمية مشكله. كميه معينه. الكميه اللي على حسب المقادير الاكل بتاعك انت عامله. انا عامله طاجن قد كده. فده تقريبا 150 جرام يعني. ممكن نبدله بلوز سوداني. احنا معانا يا جماعه مقادير صوص البيستو على الشاشه اللي حابب يصورها. وبعد كده هنضيف جبنه بارميجان. وممكن نبدل الجبنه البارميجان برضو بجبنه رومي مبشوره. يعني مش لازم نوقف الدنيا على بالنسبه للجبن هي مسموحه. الجبن طبعا مسموحه. مسموح كل الجبن بالظبط. جبنه رومي مبشوره، شيدر مبشور، ريكفورد. الحلوم اللي هنعمله النهارده برضو مع السلطه بتاعتنا. تمام. عايزين هنضيف بعد كده زيت الزيتون. احنا نشوف هنا الجمبري بتشوح. وانا هضيف زيت الزيتون هنا. الريحه ابتدت تطلع يا بيري، روعه. صوص البيستو ده احنا ممكن نحضر العجينه بتاعته ونحطه في الثلاجه في اي برطمانات، بحيث ان انا كل ما احتاجه اخد معلقتين منه ثلاثه على حسب اللي انا هعمله مع المكرونه مع اي حاجه يعني. طيب حلو بالظبط. هنقلب بس نشوف. طيب. استوى. لان هو الجمبري ما بياخدش وقت. والريحه طالعه وريحه الثوم رهيبه يعني. كده صوص البيستو جاهز معانا خلاص. تمام. بيتهيألي يا بيري كمان هو بينزل ميته يعني. ما عشان كده انا ما واحنا بنحط التتبيله ما دلقش ميه عشان ما تبقاش فيه ميه كتير. لان انا هعمله طاجن. فعشان يبقى ماسك نفسه. بس هنحط دلوقتي صوص. هتحطي عليه. هنحطه عليه. هنضيفه بالظبط. ريحتها رهيبه.
هقول لك بصراحه الطعم في الاخر. الف هنا وشكرا. الله يهنيك. طيب تمام كده احنا جهزناه. هنحط بس ملح. طبعا نوع الملح اللي انا بستخدمه في الكيتو هو معروف جدا في اي سوبر ماركت، ملح بيبقى مكتوب عليه لو صوديوم او مش الملح العادي. مش ممكن نستخدم الملح العادي، بس هي الفكره مش حكايه افضل، ان احنا جسمنا مع الكيتو بيفقد املاح، نفقد ميه فبنفقد املاح وبوتاسيوم، فده بيبقى مهم. انا عايزه اقول لك ان ده الافضل حتى في الرجيم العادي بالظبط، يعني في العادي كمان ده حقيقي جدا. طيب. وهنحط برده ملح، كمون، كزبره كافه، دي البهارات بتاعتك بتاعتنا كده. ده الكمون. بعد كده الملح، وسع كده ملح عادي شويه مش كتير. ناخد بالنا ان احنا لسه هنضيف حاجات في الطاجن جبنه وكده، فاحنا منزودش الملح فيها وانا متبلاه، فما نزودش عشان الاكل ما يطلعش حادق بس. وبهارات السي فود بس كده، وهنقلب. طيب انت هتعملي ايه تاني؟ بعد كده هنضيف الفلفل الالوان بتاعنا. بس انا بحب اضيفه في الاخر خالص، في الاخر لما هي تشرب ميتها شويه عشان كمان الفلفل يحافظ على الالوان بتاعته. طيب تمام. وهنضيف شويه كريمه، دي الكريمه بقى مع نفسه طبعا. الويبنج كريم معانا جدا، الكريمه الحلواني او كريمه الطهي معانا في الكيتو، وده بيبقى بديل اللبن يا جماعه، مع النسكافيه، مع القهوه، مع الشاي. جيتي على الوتر الحساس. أيوة اللي كنا بنتكلم فيه، الشاي بلبن ده اساسي. ممكن تستخدميه مع الويبنج كريم. معقوله هيبقى طعمه حلو؟ تحفه بجد. هجربه على ضمانتك. هيبقى طعمه حلو قوي. هنضيف بعد كده الفلفل الالوان بتاعنا. بالظبط. طب والفاكهه برده ممنوعه؟ الفاكهه في الكيتو قليل جدا. فراوله والتوت بس كده. فعشان كده النهارده برضو هعمل لكم الحلو فراوله ايس كريم فراوله. طيب فهو الفاكهه في الكيتو قليل شويه. بس النتيجه هايله. انت بتقولي لي بس النتيجه هايله، النتيجة يعني ممكن الواحد يستحمل شويه. بالظبط. هو بس يعني انا عايزه اقول حاجه، انه مش اي حد يبتدي على طول الكيتو، لازم في تحاليل بتتعمل. ولازم استشاره الطبيب يا جماعه ضروري، مش اي حد، لان نسبه الدهون فيه بتبقى عاليه جدا. بالظبط. فدي على حسب كل واحد غير التاني. اكيد طبعا. انت بتقولي لنا خبرتك، انت عملتي التحليل وعملتي بالزبط. كل حاجه تمام، وانت بالظبط. وعلى فكره لمده شهرين الاكله دي بالنسبه للناس اللي مش عامله كيتو، احنا وهو على النار كده هنضيف المكرونه بتاعتنا المسلوقه نص سوا، مش مسلوقه كامل، وتسيبيهم مع وبعد بعض مع بعض. هندخله في الفرن هيكمل سوا عشان المكرونه ما تعجنش. حلو جدا. فهي تبقى نص سوا بالظبط. طيب انا اسيبيهم بقى مع بعض، انا هقلبهم. شوفي انت كده فاضل ايه تاني هنعمله؟ هقول لك. احنا خلاص احنا المفروض هندخله هنا. هتحطينا هنحط الخليط هنا دلوقتي. اوكي نحطه مع بعض، هو هيكمل سوا في الفرن. طيب احنا معانا ايمان، اتفضلي ايمان. استاذنك يا شندو. اتفضلي. ايوه لو سمحت، عايزه اعرف طريقه المكرونه البشاميل. طريقه المكرونه البشاميل؟ حاضر اسمعينا بس منك. حالا عشان عايزه اعملها. حاضر عينيا. بصي احنا دلوقتي عندك خير. احنا النهارده سهله جدا. احنا النهارده كيتو بس. احنا قلنا ان احنا احنا كده هقول لكم الطريقه سهله جدا. احنا كده خلاص جهزنا الطاجن بتاعنا، فاضل بس حاجات صغيره، ان احنا هنضيف الجبنه الموتزاريلا بتاعتنا، وزي ما قلت احنا مسموح لنا اي نوع. ممكن تحطي بقى براحتك كمان كميه، يعني دي احلى حاجه في الكيتو. الموتزاريلا معانا. هنضيف برضو البارميجان تاني. زي ما قلت مش لازم ممكن ده، ممكن تحطي شيدر مبشور، رومي مبشور. بالظبط كده. فيعني ما نوقفش الدنيا على حاجه معينه كده. احنا الطاجن بتاعنا جاهز. هنحطه في الفرن. هنحطه في الفرن بس كده. طيب تعالي نحط ونرجع ناخد حاجه تاني تحت ولا فوق؟ تمام كده. كده احنا جهزنا طاجن الجمبري بتاعنا الكيتو. طيب. واحنا مجهزين واحد تاني. المفروض ده هنطلعه بقى هنطلعه. في النهائي احنا هناخد دلوقتي فاصل وراجعين على طول. عايزه تيشو.
اهلا بيكم بعد الفاصل، ومعانا دلوقتي سلطه الجرجير بالحلوم. بالظبط كده. وقول لنا بقى المقادير كده. انت بتقولي بيتاكل ايه مع الطاجن؟ يبقى مكرونه وعيش. هي السلطه دي. بالظبط. ناكل الجرجير يا جماعه الصديق الصدوق للكيتو. تمام. فطار غدا عشاء. هو كده كده فاحنا دلوقتي فاحنا دلوقتي هو الموضوع سهل جدا، بس خلينا الاول نحضر الدريسنج بتاع السلطه. بالظبط. هيبقى زيت زيتون. هو بيعتمد على الزيوت والدهون. يعني ما ينفعش احط معلقه واحده، حبه. وبعد كده خل التفاح. ويستحسن في الكيتو يبقى خل التفاح العضوي، بيبقى احسن طبعا. وبعد كده ملح. تمام. وبعد كده الفلفل الاسود بتاعنا. كل ده الصوص انت بتهدريه. بالظبط. علشان هتحطيه بعد كده. بالظبط. وانا حاطه ليمون كمان. هنا. طب هاتي قلبها لك وانت. لا خلاص. طيب. هنعمل بقى، انا طبعا محضره الجبنه الحلوم بتاعتنا، بتشتروها وبتقطعوها ستيكس. وبعد كده محمراها قبل الهواء. محمراها في الزبده قبل الهواء. طيب. بالظبط كده. ما هو كيتو يعني زبده، يعني زيت زيتون. 75% دهون. 75% دهون، 20% بروتين، 5% كاربس. تمام. فانا كده هعملهم طبقات. جرجير الاول وطماطم شيري. معانا طماطم شيري، فلفل الوان. بالظبط. فلفل الوان. بالظبط. فلفل الوان. خلاص. المقادير بتاعتها دلوقتي هتنزل على الشاشه. الجبنه الحلوم هنحط طعمها بتبقى جميله جدا. بعد كده هنحط شويه دريسنج من اللي احنا عاملينه. بتهيالي دي محتاجه تقعد شويه عشان تشرب. لا خالص، ده بالعكس. انت اي دريسنج بتحطيه على السلطه لازم تحطيه في وقتها، علشان السلطه ما تفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها. يعني بتحسي بالطعم بتاعها. مش لازم تقعد شويه. لا لا خالص. طيب. بعد كده بنرجع تاني نزود الطبقات بتاعتنا. ليه بنعمل كده؟ علشان يبقى كله واصل له نفس الحاجات. خلاص. هي نظام طبقات. علشان كل الطبق يبقى واصل له كل المكونات بتاعتنا. مش اكتر من كده. هو شكله جميل والوانه كمان حلوه قوي. والجرجير اصلا مفيد جدا عامه في الجرجير والفلفل والطماطم. كل الخضار، كل يا جماعه الخضار الورقي معانا في الكيتو. زي ايه؟ قولي كده. زي مثلا السبانخ والملوخيه. الملوخيه طبعا. يعني دي احلى حاجه في الكيتو. طبعا. تمام. السبانخ. اللي معانا كمان بقدونس، كزبره، شبت. لكن ما ينفعش كوسه. ما ينفعش. لا كوسه معانا. معاك معانا طبعا. طيب تمام. قولي لي الكرنب. كل ده معانا، بس خلي بالك ان نسب الكاربس تبقى عاليه شويه في الكوسه. في البتنجان معانا، بس برضو الكاربس عاليه. فيها كارب عالي؟ مش قوي. تمام. البتنجان بيبقى فيه الكاربس عاليه. تمام. بعد كده هنرجع نحط الدريسنج بتاعنا من فوق. وكده بتبقى السلطه بتاعتنا جاهزه. معايا الزيتون. الزيتون برضو يا جماعه مهم جدا في الكيتو، عشان يعوض الاملاح اللي احنا بنفقدها. تمام. ممكن نزين بيها من فوق كده. حلو جدا شكلها. بالزبط. ما شاء الله مشهي جدا. لا وطعم الجبنه الحلوم مع الجرجير بيبقى حلو قوي. كده احنا السلطه بتاعتنا جاهزه، ما فيهاش اي حاجه خالص، وسهله كده على التقديم. على التقديم على طول. بالظبط كده. تمام. كده احنا خلصنا السلطه بتاعتنا. طيب. وطاجن الجمبري معانا في احنا كده فاضل هنعمل ايه؟ هنعمل دلوقتي الحلو بتاع الكيتو. طيب. ايس كريم الفراوله. طيب هناخد فاصل ونرجع كده ان شاء الله. اعزائي المشاهدين فاصل وراجعين على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ايس كريم الكيتو بالفراوله. هنشوف الطريقه عامله ازاي. وعلى فكره هو ينفع للكيتو وغير الكيتو. بالظبط. هو الفكره بس في السكر، نوع السكر اللي احنا هنستخدمه. السكر يتبدل بالعسل في الايس كريم. على فكرة عشان يبقى برضو يعني اللي مش بيستخدم سكريات. بالزبط. كتير. يعني انا اولادي مش بحب احط. هو الفراوله بتبقى يعني محتاجه اصلا. بالظبط. احنا هنضيف اول حاجه، هنضيف الكريمه الويبنج كريم بتاعنا. تمام. مش هنزود. وبعد كده هنحط هو نوع معين من السكر الخاص بالكيتو، هو اسمه ستيفيا. موجود. أيه. موجود في اي معروف. انا هزود بس علشان زي ما قلت لك الفراوله بيبقى فيها مزازه شويه. بالظبط. تمام. احنا هنا بنشتغل على طول، بس المقادير هتنزل دلوقتي على الشاشه. بالظبط. احنا هنضرب ده كله مع بعض. نسيت احط الفانيليا السائل. دي معانا عادي جدا، يعني تقريبا غطا. طيب تمام.
وهنفضل نضرب فيه لغايه ما يبقى القوام بتاعه سميك. تمام، احنا معانا المقادير على الشاشه اللي حابب يصورها. فراوله مجمده. تمام بالظبط. انا بس عايزه ارد على تمام قولي. طيب السؤال بتاع المكرونه البشاميل، بنحط دي شويه دقيق مع الزبده ونبتدي نشوحهم تمام لغايه ما يبقى لونه اصفر او يصفر شويه. وبعد كده هنضيف اللبن بس واحده واحده عشان ما يكلكعش معانا كتير. وبعد كده بيبقى عندنا على جنب مكرونه مسلوقه تمام وبنحطها فيه، وممكن نستخدم صوص البيستو، ناخد معلقه مثلا او معلقتين من صوص البيستو معاه. وبعد كده نبتدي نفرشها في الصينيه مع اللحمه المفرومه، بعدين طبقه مكرونه كمان، ويبقى كده خلاص مكرونه كانت جاهزه. تمام واللحمه العصاب بنحطها في النص. تمام انا هقسم المكرونه دي على مرتين طبقتين، الخليط اللي احنا عملناه المكرونه بالبشاميل مره، بعد كده اللحمه المفرومه، وبعد كده الخليط الثاني كله. تمام هو كده لسه شويه. انتي بتفضلي بقى تضربي كده لحد ما ايه هيبقى القوام بتاعه ماسك كريمي شويه. هيبقى ماسك كريمي. نفسه ما يبقاش سائل. تمام نجهز العلبه بتاعتنا اللي هنحط فيه الايس كريم. تمام اللي هيخش طبعا اللي هيخش الفريزر. ومعانا فراوله متجمده انا اوريدي مبيتها ليله في الفريزر غسلاه. هنضربه بعد ما الكريمه بتاعتنا تبقى جاهزه وتبقى ماسكه نفسها. طيب تمام. طيب بالنسبه للخلاط كده قربنا. هشوف بصي هتلاقيه لسه شويه. محتاج لسه مثلاً. محتاج حبه كمان. عايزين نبص بس على الحاجه اللي في الفرن. طيب هبص عليها على بال ما تشتغل. خلاص قرب اهي ريحتها جميله اهي. هيقلي خلاص كده قربت تحمر. هي حلوه قوي. طيب كده هاخد الثانيه. ده مثلا بنقعد نضرب حوالي ايه تلت ساعه يعني تقريبا. انت هتحسي دلوقتي بيها على مالك. واو واو ده كده الطاجن الجمبري اللي احنا عملناه. الكيتو ده من غير مكرونه ما شاء الله. في واحد تاني ده اللي احنا عاملينه دلوقتي. ده اللي احنا عاملينه ده دلوقتي ده قبل الهواء عشان ده فيه مكرونه. بيبقى فيه مكرونه عشان ما نزعلش الناس اللي مش عامله كيتو. تمام واحنا كده يبقى فاضل لنا الايس كريم بتاعنا. خلصت الخلاط عشان يسمعونا بالظبط. بصي هو كده بقى كريمي شويه. هو محتاج حبه كمان بس هنقعد بقى هنحط الفراوله بتاعتنا كده عشان يبقى واضح. دي الفراوله بتاعتنا المجمده. واللي مش حابب يعملها بالفراوله بقى ومش كيتو ممكن يعملها موز مانجا اي حاجه اي نوع فاكهه. بس اهم حاجه آيس كريم ان هي اهم حاجه ان هي تبقى في الفريزر ليله. علشان تتعمل ايس كريم بالظبط. كده خلاص هندخل بعد كده الخليط هنا وبعد كده تخش وبعد كده بتدخل. هي بصي ماسكه نفسها اصلا. مش هتاخد مش هتاخد احنا مثلاً. مجهزين اوريدي واحده. تمام كده كده احنا معانا واحده طبعا من قبل الهواء بالظبط. تمام انا عايزه الكوبايه بس اللي هنحط فيها. بنطلعها عادي جدا. هي بتبقى بصي هي طبعا طبعا شويه بس برضو ماسكه نفسها. واو واو شكلها جميل. هي شجعتيني يا بيري على الكيتو. لا هي بتبقى حلوه جدا يا جماعه وسهله ما فيهاش اي مشكله خالص. احنا هنشيل ده عشان يبان. تمام تاني بس علشان شكلها جميله. كله بيقول لك شكله جميل. تسلم ايدك. الله يسلمك. وهنحط شويه مكسرات من فوق. البيكن معانا يا جماعه في الكيتو مفيش اي مشكله. زي ما قلنا المكسرات معانا بس اهم حاجه كل واحد بياخد على قد النسب بتاعته. ما هي دي مش هتحطلها كتير يعني بتاعته. هو ده كده كفايه جدا. بالظبط. ممكن محمصه ولا برضو بيشترط ان لا هي يعني يستحسن ان هو يبقى ني الني. وممكن كمان نحط نضيف معاها شوكليت دارك شوكليت
الله. بيبقى بتتباع في السوبر ماركت بيبقى مكتوب عليها النسبة من 90% اهم حاجة لغاية 99% حلوة قوي. ده كده بيبقى الايس كريم بتاعنا بعد ما بنحطه في الفريزر، هو كمان لو متجمد اكتر بالظبط. وقلنا اللي مش عامل كيتو وحابب يعملها مانجا بيبدل السكر بالعسل. بيبدل السكر بالعسل. كل حاجه زي ما هي، بس ونوع الفاكهه ممكن تتبدل، ما فيش اي مشكله. طيب تمام. بيري بقى قولي لي كده سريعا، انت لما ابتديتي في الكيتو كنت قد ايه ونزلتي قد ايه؟ كنت 84.5 دلوقتي 73.5. طيب ما شاء الله. وبرده طبعا كل واحد مش كل الناس بتخس بنفس المعدل. ايوه طبعا. طيب انت حسيتي بصعوبه في الاول او لخبطتي في الاول؟ طبيعي اي دايت بتبتديه لازم تقري عنه، لازم تعرفي كل حاجه، تعملي البيزك بتاعك الاول وبعد كده بتبتدي. ما بتروحيش نفسك تروح مثلا شويه نشويات، عايزه رز، عايزه محشي، عايزه الحاجات دي كلها، بتعملي ايه؟ بحاول. هو اول اسبوعين طبيعي جدا ان انتي تبقي صعبه، بس هي الفكره في الكيتو ان انتي الاكل بيبقى دسم. فبيشبعك. طالما الاكل دسم فانتي هتشبعي غصب عنك، هتشبعي. تمام. يعني مثلا الفطار بتاعك بيض. هو البيض يا جماعه عمود من اعمده صديق. صديق الكيتو. فطار بيض، غدا بيض، مفيش اي مشكله. جرجير برضو. فهو الاكل بتاع الكيتو دسم، مش هيخليكي تفكري في الدسامه دي. وبعدين اصلا احنا بناكل حلو اهو، نقدر نعمل اي حاجه احنا عايزينها، بس اهم حاجه ان احنا ما نكترش. يعني مش كل يوم اكل ايس كريم، مش كل يوم نعمل حلو، يعني مره كل اسبوعين كل ما نفسي تروح ان انا اكل حاجه حلوه. تمام. يعني بس. طيب كلمينا عن الطاجن ده كده، اللي هو اللي مش حابب يعمل كيتو وحابب يضيف النشويات زي ما وهو على النار. الخطوه اللي احنا حطينا فيها كل حاجه على النار. ضفت بس المكرونه اللي هي بتبقى مش مسلوقه قوي. تمام. عشان هي كيكه لسه هتكمل سوا في الفرن فما يعجنش. يعني هي نص سوا، نص سوا المكرونه تبقى نص سوا. فهي كده معانا طاجن جمبري بصوص البيستو بالمكرونه، وده من غير مكرونه عشان الكيتو. الناس اللي ما بتحبش الجمبري نقدر ان احنا نضيف صدور الفراخ المشويه. صدور الفراخ هي بس نفس الطريقه، هنبدل بس التتبيله، لان طبعا تتبيله السي فود غير تتبيله الفراخ. السي فود هتاخد توم، كاري، كمون. الفراخ ملح، فلفل اسود، بصل. ممكن تاخد كاري عشان الفراخ بالزبط. صح. لكن نقدر نعمله بصدور الفراخ عادي جدا بنفس الطريقه، بالنسبه للناس اللي ما بتحبش السي فود يعني. طيب بالنسبه لهنا المكرونه احنا ممكن نبدلها برز ولا هي الوصفه؟ الوصفه دايما الصوص البيستو بيبقى عايز مكرونه بقى، سواء احمر صوص احمر او صوص ابيض، يستحسن ان هو يبقى مع الرز بقى طاجن معمر بقى، دي حاجه ثانيه طبعا. عايزه حلقه ثانيه مش كيتو. مش نشتغل براحتنا. براحتنا بقى ونعمل كل حاجه. احنا معانا رندا، اتفضلي. ايوه صباح الخير. صباح النور. انا بس هي مش هطلب وصفه، انا بس بهني صاحبتي ابرار على الحلقه الجميله النهارده والاكلات الجميله اللي عملتها. اهلا بيكي يا رنا. ازيك يا ابرار حبيبتي؟ انت عامله ايه حبيبتي؟ ربنا يوفقها. وهي اصلا طول عمرها مميزه في الاكل وفي الدراسه، صديقه عمري. قولي لي طيب انت كلتي من ابرار ايه؟ كلت من عندها لازانيا. هقول لك، عملت لازانيا قبل كده تحفه، عايزين نعملها في ده قبل الكيتو. ده قبل الكيتو. وايه تاني؟ لازانيا كانت جميله جدا، يعني هي بتعمل حاجات حلوه جدا، كل حاجه بتعملها حلو. عايزه اقول لك رندا دي صديقتي ممتازه، ربنا يوفقها يا حبيبتي. يا يعني عمر احنا عملنا كل حاجه، كل حاجه اكلتوها سوا. فربنا يوفقك، وانا هتابع البرنامج بقى وان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله حبيبتي نورتينا. ايوه احنا لازم تيجي حلقه هنا يوم بقى غير الكيتو نبوظ. لازم طبعا، لازم اكيد ان شاء الله هنعمل كل حاجه مع بعض. طيب قولي لي كده، في حلو ايه تاني كنت بتاكليه؟ في انواع كيكات كتيره قوي تتعمل في الكيتو. كيكات؟ كيكات متأكدة. يا جماعة الكيتو نقدر نستخدم فيه دقيق اللوز، دقيق، نقدر نستخدم جوز الهند المبشور نعمل بيه الكيكة. بس هي الفكرة انه اللي هيبتدي الكيتو ما يبتديش على طول بوصفات. جامدة، يعني ياخدها قصدك تدريجيا. لازم اخدها الاول صح عشان نسبة النزول تبقى اسرع. انا لما قريت كمان عنه لقيت ان هو بيقولك يعني الجسم تأهليه، يعني تدريجيا ان هو يدخل للكيتو اللي هي بتبقى مرحلة الكيتو كلاسيك. طيب حد دخل في الكيتو دلوقتي وبقاله مثلا اسبوع ماشي تمام كده، وجي بقى اتعزم عزومة او حاجة قطعة مكرونة كده، الدنيا باظت في عيد من تاني؟ لا الدنيا ما باظتش خالص. بيصوم بعديها، بيبقى في حاجة اسمها صيام متقطع. ده بنسميه في الكيتو الريفيت. ده الانقاذ يعني. ايوه بالظبط. بيصوم بعديها 16 ساعه.
ويرجع تاني ويرجع تاني يبتدي عادي جدا، ما فيش مشكله، ما نبوظش الدنيا، ما نتضايقش، لا عادي جدا. طيب تمام. والسلطات معانا، الخيار ومعانا الخيار، معانا الطماطم، يعني ممكن السلطه العاديه، السلطه الخضراء دي العاديه، بس برضو نسبه الكاربس في الطماطم وفي الخيار عاليه. فاحنا نحاول دايما، انا احسب حساباتي وانا باكل، اهم حاجه يعني عندي ان 75% من الاكله بتاعتي في اليوم تبقى دهون دسم. اوكي، معانا اتصال. محمد اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاول تاني يا محمد. النهارده واضح ان انت شديتي الناس بموضوع الكيتو، يعني لان في ناس كتير. هو انا مبسوطه والله، دي حاجه تشرفني، يا رب اصلا الوصفات تكون لا لا ما شاء الله جميله جدا. انا كنت عايزه ادوق واقول لهم على الهواء. دوقي طيب. يعني ولسه في وصفات كتيره قوي، بس طبعا مش هنقدر ان احنا نخلص كل حاجه في يوم. طيب قولي انت كنت عايزه تقولي، اللي حابب اي وصفات او يتواصل معاكي، اللي حابب اي حاجه، اي سؤال، احنا في عندنا اكيد لينك الحلقه هينزل على قناه صفحه الجمال. ايه الحكايه بالظبط، والاكونت بتاعي برده هينزل على الشاشه، لو اي حد عنده اي استفسار يبعت لي مسج وانا، او يبعت لي تحت لينك فيديو الحلقه وانا هرد عليه. تمام. احنا معانا اتصال. اسراء اتفضلي. اسراء صباح الخير. صباح النور. ايوه انا ابرار اختي. اسراء اهلا وسهلا، ازيك؟ العيله النهارده، العيله والاصدقاء. عامله ايه اسراء؟ انا بس حبيت اقول لها صباح الخير. صباح الفل. الحمد لله الحمد لله. قولي لي كلت ايه من ايد ابرار؟ كتير. لا انا ما كلت، قولي ما كلتش ايه من ايد ابرار. لا قولي لها وجوزك كمان. لا ده انت عايشه عن شر. جوزي يعني بيعشق اكلها كمان. الكيتو ولا اللي قبل الكيتو؟ كله. لا انا عايزه اقول لك انا دقت قبل وبعد، وانا اوريدي ماشيه كيتو معاها. يعني انت كمان كيتو. انتوا ايه العيله كلها، انت مقصره. انا عملت العدوى. نشاط العدوى. طيب وعامله ايه في الكيتو؟ ماشيه فيه بقالك قد ايه؟ يعني انا ماشيه فيه بقالي حوالي شهرين بس، وقفت شويه ريبت وكده، وهرجع تاني ان شاء الله. ان شاء الله يا حياتي ان شاء الله. ابرار معاكي ايه؟ تحبي تقولي لها ايه؟ اوكي انا حبيت اقول لها صباح الخير و صباح الفل حبيبتي، وان شاء الله جود لك ليكي حبيبتي ان شاء الله، وتسلم ايدك، الاكل كله تحفه. شكله حلو، شكله جميل، لسه هنجوز طعم لسه ولا. اسراء شكرا على اتصالك. تسلم يا حبيبتي اسراء، شكرا. اختك الاكبر ولا الاصغر؟ الاصغر. انا كبيره. حبيبتي اثرتي على العيله كلها. ايوه بالظبط، انا شاطره العدوى يعني. طيب قولي لي، كنا بتقولي لي الطماطم فيها كارب كتير. نسبه الطماطم، نسبه الكاربس، اصل احنا اقل حاجه عندنا كاربس. دي اقل حاجه. اقل حاجه حاجات معينه. لازم اخلي بالي، عشان كده احلى حاجه الخضار الورقي، جرجير، ملوخيه، الحاجات دي نسب فيها قليله. القرنبيط معانا، القرنبيط ده حلو جدا في الكيتو، لان احنا نقدر نعمل منه رز. لا هرجع بقى لده. معانا اتصال. اتفضلي. الو تقى اتفضلي. اهلا انا تقى. اتفضلي يا تقى. طيب حضرتك ممكن اكلم الشيف ابرار؟ ابرار معاكي ايه؟ ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي اتفضلي. تسلم ايديك بجد على كل اللي انت عاملاه، يعني الاكل تسلمي. بجد كله جميل. تسلمي حبيبتي إيديكي. ربنا يخليكي. تسلمي. تسلمي لي. امال طب معلش بصي، انا عايزه طريقه كيكه تكون السنجيه يعني، بس في نفس الوقت ما تكونش صعبه، اللي هو لا اضرب البيض لوحده، البيض لوحده، الصفار لوحده، لا انا عايزه طريقه تكون سهله وفي نفس الوقت يعني اللي هي النتيجه تكون كويسه، فاهماني؟ انا فاهماكي. فيا ريت تشوفي لي طريقه يعني تكون كويسه، انا عندها عيد ميلاد اخت وكده، فعايزه اعمل لها تورته وفي نفس الوقت تكون طعمها جميل وسهله في نفس الوقت. طيب ليكي سؤال تاني؟ لا شكرا، ربنا يخليكم بجد، تسلم ايديكم. الله يسلمك، ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. شكرا يا طه على اتصالك. الناس مصممه اكله غير كيكه. احنا لازم يا جماعه نعمل حلقه ثانيه ان شاء الله. ليه؟ الكيكه، هي الكيكه ليها وصفات كتيره. هي عايزه حاجه عشان عند الولاد، الحاجه عايزه حاجه تكون سريعه. ان هي يبقى مش هتبقى سفنجيه. لان السفنجيه لازم اضرب، لازم افصل، هتدي السمك الفوليوم ده ازاي؟ ما فيهاش حل غير ان انا لازم افصل الاثنين. طيب قولي لها حاجه سريعه، ونقول برضو الثانيه لو هي حابه. هي ممكن تحط 3 كوبايات دقيق مع 1.5 كوباية، او 3 كوبايات ميه وكوبايه ونص دقيق. وفي عندنا نحط نضيف اللبن. تمام، 1 كوباية لبن. البيض هنحط 3 بيضات، والسكر بتاعنا لو انت عايزاه تعمليه بالعسل تقدري تعمليه بالعسل، وكله مع بعضه. وبعد كده هنضربه كله في الخلاط. بعد كده هنضيف جزء في الصينيه بتاعتنا،
بعد كده ممكن الباقي في اللي هو موجود في الخلاط هنضيف فيه كاكاو عشان تعملها بالزبط لونين بالظبط، وبعد كده ارصه عليه فوق. دي اسهل حاجه انت ممكن تعمليها، لكن السفنجيه من غير ما تفصليها مش هينفع. صعب. وممكن هي تطلعها كده وممكن تزوقها تزوقيها يعني من جوه تحطي بقى فتحة. احيانا مش بتبان، انما بتسقيها الفراوله او بتسقيها العسل بتطلع. بس على فكره لما تفصليهم هو مش صعب قوي يعني، هي بس هتاخد غلبه معاكي في المطبخ بس مش صعبه يعني. هنعملها مع بعض. طيب ان شاء الله باذن الله. طيب كلميني برضو اكتر تاني عن الكيتو، عايزين يعرفوا اكتر. احنا قلنا دايما المسموحات معانا في الكيتو في البروتينات. معلش كنت بتقولي لي القرنبيط بدل الأرنبيت. الرز ازاي بقى دي؟ القرنبيط ده بيتعمل بيه كل حاجه في الكيتو. تفطري بيه معاه في البيض، ممكن تعمليه زي الطعميه. طعميه؟ بتعمليه زي الطعميه ازاي؟ ان انت بتاخدي القرنبيط تسلقوه بس مش قوي، مش يتهري نص سلقه لانه بيتهري عشان ما يتهريش. بعدين بضربه في الكبه لغايه ما يفرول مني يبقى عامل زي رز. فانا ده ممكن اخده اعمل بيه رز، اشوحه في الزبده كده انا عملت رز القرنبيط. ده كده الرز اللي هو احط عليه الخضار اللي احط عليه الملوخيه بتاعتي اللي هي في الكيتو واكله، وهحس ان انا كده ايه وطعمه حلو يا ابرار. بصي انت اقنعي نفسك. اقنع نفسي ده الرز. حاولي تقنعي نفسك. معانا احمد ونرجع تاني. احمد اتفضل. الو الو اتفضل يا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابرار معاه. ابرار معاكي. لو تكرمتي تريت اعمل الكسكسي لو سمحتي، تونسيه، طريقه تونسيه. الطريقه التونسيه. ده عايز حلقتين مع بعض. بالظبط. لا هي سهله بس هي عايزه حلقه ثانيه. طيب يعني يا احمد شكرا على اتصالك واسمعك. كنا بنكمل ايه؟ القرنبيط والرز. فكده احنا عملنا القرنبيط الرز بالزبده، شوحناه لغايه ما يبتدي يفلفل معانا وناكله عادي. تحسي ان هو رز مفلفل كده. بالظبط. بس اهم حاجه ازود كميه القرنبيط في الاول لان هو بيكش. فانا ازوده. ومتهيألي يعني في نقطه كمان ما يتسلقش قوي، لان لو اتسلق قوي مش عشان كده ما نسلقوش قبل ما نفرمه، لازم يبقى مش قوي شارب ميه. نص كده. بالظبط. الطعميه ان انا بعد ما فرمته هاخده بحط معاه شبت وكزبره بقدونس كله مفروم تمام جامد مع بيض، وابتدي اعملهم زي الطعميه قرص. بس واحطها في ايه؟ في الزيت. وتحطيهم بقى في الفريزر شويه يتجمدوا يمسكوا نفسيهم شويه. وبعد كده ابتدي احمرهم زي الطعميه بالظبط. احمرها في الزيت ويبقى ده الفطار بتاعك في الكيتو. بالظبط كده. حلو قوي. بس اهم حاجه البيض، يعني هو يعني البيض البيض ده هو هيديها طعم. هو اصلا يعني عنصر مهم جدا في الكيتو. بالظبط كده. طيب تمام. عارفه طريقه عمل الكسكسي؟ طريقه عمل الكسكسي انا هعملها هو في حلقه ليه حل مخصوص. ليها حل مخصوص. ومتهيألي ما ينفعش، لازم وصفه. لازم وصفه ده هو لازم يتعمل يبقى قدام عينيك. واوعدكم والله ان انا هعملها سهله جدا. سهل جدا وطعمه جميل جدا. ويبقى حل بره الكيتو بقى، يعني يبقى ايه حلقه ثانيه بره الكيتو. في الكيتو يوم فري؟ يعني ممكن تاخدي يوم فري او حاجه زي كده؟ ما لا لا ما فيش. طب في ريفت بس ده يعني لو انا طلعت منه غصب عني. مش اللي هو زي الدايت العادي انا ليا فري كل فري اسبوع آخر او كل الأسبوع. اسبوعين. لا. طيب بتعملي ايه بقى في اعياد الميلاد والافراح والحاجات اللي بحاول ان انا يعني تنقي؟ لا مش هنقي لان هو ما فيش حاجه هتنقيها. عشان نبقى متفقين دي انت عندك الكيكه. الكيكه ما ينفعش اكلها خالص. بتاخدي حاجات صغيره؟ ولا حاجات صغيره مفيش خالص. ده ما ينفع. ده كده انا اخدت حاجه يبقى ريفت على طول، لازم اصوم بعديها. طب حلو. ما برضو فكره حلوه، ممكن الواحد ياخد بس هتلاقي بعد كده لما تكتري في مش هيبقى نتيجه زي هيثبت وزنك هيبتدي يثبت. بالظبط. ف يعني بحاول ان احنا نعمل وصفات كتير عشان انا ما ازهقش وما نتضايقش. نعمل حلو. مفيش مشكله. احنا معانا الشوفان في الكيتو ولا مش معانا؟ الشوفان مع الناس اللي ماشيه لو كارب اللي هم الدايت العادي. ممكن نعمل حلقه عن الشوفان. عن اللو كارب. نقدر لا نتكلم عن النشويات اللي هي الصحيه، لان في ناس بترفض انها تمنع النشويات بصراحه برضه. بالظبط. الشوفان ده ليه استخدامات. شوفان كيك. شوفان نطحنه يتعمل زي التاني. صح. مفيد جدا بدل الاطفال. انا بحب جدا اديله عن دي الابيض. جوه الكفته. انت ممكن تدخليه جوه اللحمه المفرومه مع البانيه. انا بعمله البانيه بيبقى بدل البقسماط. بعمله لهم او جوه الكفته. او جوه الكفته. ايوه صح. عشان ما يحسوش بطعمها او ما يتضايقوش. هو مفيد يديهم صحه بدل الدقيق الابيض. بالظبط. ومعانا تمام اوكي. احنا دلوقتي قول لنا بقى سريعا كده عشان احنا خلاص هنحكي. احنا دلوقتي عملنا طاجن الجمبري
بصوص البيستو تمام من غير مكرونه، وعملنا طاجن جمبري بصوص البيستو بالمكرونه تمام عشان الناس اللي هي مش كيتو. عملنا سلطه الجرجير بتاعتنا بالجبنه الحلوم، الجبنه الحلوم انا حمرتها في الزبده، وعملنا ايس كريم فراوله سهله جدا كيتو. كيتو كل الوصفات بتاعتنا تمام كيتو. وقلنا اللي مش حابب ده كيتو، ده مش كيتو، ده كيتو، ده مش اللي مش كيتو حابب الايس كريم فراوله وعايز اي حاجه ثانيه. اهم حاجه تبقى متجمده في الفريزر ليله عشان تبقى ماسكه نفسها، وبدل السكر ستيفيا اللي هو بتاع الكيتو بنضيف عسل، ممكن عسل ممكن سكر عادي، كل واحد برغبته. طبعا احسن السكر العادي مش حلو قوي. بالظبط. نورتيني يا ابرار، وحلقه جميله شهر. والريحه رايبه مستعجله عايزه ادوق هقول لهم الحلقه الجايه. ميرسي على استضافتك ليا على ايه ان شاء الله حاجه، وان شاء الله مع بعض على طول ان شاء الله. باي باي، يا رب تكون الوصفات عجبتكم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين ان شاء الله الى اللقاء في حلقه جديده، انا مستعجله ادوق والحلقه الجايه هقول لكم النتيجه ان شاء الله. باي باي.